شعيرات اللي هي هكذا مثلا كشجرة مثلا، هذا الأرض، هذا جذر اللي هو سمكه مثلا هكذا سمك مثلا، ابدا اذكر لي هذا الجذر. ثم اذا كان الخطة استراتيجية طويلة المدى والدولة يعني ستحشد كل الامكانات وكل المكونات من اجلها، حلو، فرصة حلوة. اذا ابدا انتقل الى ها الجذور الصغيرة وربما فرعية وربما ها ايوه، لكن لا تغفل لي في البدايه، ولهذا اذكر لي على المباشره المباشره. شكرا جزيلا للمجموعه. المجموعه التي تليها رقم ثلاثه. المجموعه اللي عندكم